أولا، نحن مجموعة من ضباط وزارة الداخلية تمت إحالتنا على التقاعد عام 2016 قسرا ودون السن القانوني، حيث تم تغيير الأوامر الديوانية لأكثر من 3 مرات نتيجة أخطاء إدارية وقعت فيها وزارة الداخلية في حينها. ثانيا، بعد المناشد عن طريق برنامج دفتر ملاحظات. طبعا بالمناسبة دي اتصل علينا السيد وزير الداخلية، لكن المشكلة ما عندنا في الدقيقة واحدة، عندنا دقيقة. سيادة الوزير السلام عليكم. أستاذ سيادة الوزير انت وياي بالجو بآخر دقيقة، بالنسبة يلا ادخل وياي عالجو. بس بالنسبة للضباط، ممكن واحد او اثنين يجون يقابلوك اللي اساسا يعني طلعوهم بزمن الوزير الاسبق محمد الغبان، ممكن يقابلوك لعرض مظلوميتهم؟ ممكن، ليش اقابل انا استاذ بابي؟ فدوى لعمرك، انا ممنون منك. ممكن. اشكر فضلك، اشكر فضلك. كل الدعم والتقدير والاسناد لهم، لان اكو ناسهم ابنة. وعلى الفور استجاب وزير الداخلية السابق مشكورا السيد عثمان الغانمي على مقابلة بعض الضباط، وأمر بتشكيل لجنة لمقابلة الضباط الذين حيلوا على التقاعد عامي 2015 و2016، وأوصت اللجنة بمفاتحة السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة لغرض إصدار أمر ديواني بحذف هؤلاء الضباط وعادتهم للخدمة. ثالثا، بناء على ما تقدم، طلب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة موافقة وزارة المالية، وبينت مديرية الشؤون المالية لوزارة الداخلية بتوفر الاعتماد المالي في الوزارة، وكذلك بينت دائرة الملاك لوزارة الداخلية بتوفر الدرجات الوظيفية الشاغرة، وكذلك الدائرة القانونية بينت لا توجد لديها أي ملاحظات قانونية أو مانع قانوني. رابعا، طلب السيد الوزير بكتاب ثاني إلى السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة على حذف الضباط من الأمر الديواني وإصدار أمر ديواني بحذف هؤلاء الضباط، وجاء كتاب السكرتير الشخصي بضرورة تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة المالية، حيث أجابت وزارة المالية دائرة الموازنة وبتوقيع السيدة طيف سامي بأنه لا توجد لديها أي ملاحظات طالما أن هناك حذف ولا يحتاج إلى مبالغ إضافية من دائرة الموازنة. خامسا، تم رفع كتاب ثالث من السيد الوزير إلى سكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة لغرض إصدار أمر ديواني، ولكننا فوجئنا بأن كتاب السكرتير الشخصي يشار إلى المادة 12 على ثانيا على أليف من قانون الموازنة والخاص بإيقاف التعيينات، والمفروض وزارة المالية هي الجهة الاختصاصية التي تعترض على كتاب وزارة الداخلية، حيث نحن على الحذف وليس على التعيين. نناشد السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، والسيد الوزير الداخلية المحترم، والسيد السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الكريم عبد الحسن وجر برفع الظلم والحيف الذي وقع على أخوانكم الضباط وعادة حقوقنا المسلوبة ولا غير ذلك، مع العلم أني مقاتل في الحشد منذ حالتي إلى التقاعد عام 2016 ولحد الآن. أخوكم العميد المهندس حسن جبار هليلي الكنان. هذا الموضوع يأخذ على محمل الجد، لأن موضوع إلى لقمة عيال زائدا حسرة وتحز بنفسهم أن وزارتهم طبعا ما تركتهم، لكن مكتب القائد العام هو اللي تركهم. وبما أنه الآن عندنا الفريق عبد الكريم السوداني، وإن شاء الله يتعاون في هذا الموضوع لأهميته.